صباح الخير، تعالوا نعمل أسهل وأطعم كيك موز برقائق الشوكولاتة. عادة كيك أو خبز الموز ليه أكتر من طريقة، عملت قبل كده في التشانل كيك الموز بالشوكولاتة، هسيب لينك الفيديو في صندوق الوصف لو حابين تشوفوه. ودي تاني ألذ وصفة لكيك الموز، طريقته سهلة جدا، كوناته متوفرة عندنا. يلا نبتدي ونقول بسم الله. على كوباية وتلت دقيق متعدد الاستخدامات هضيف معلقة صغيرة بيكنج سودا، ربع معلقة صغيرة ملح، نص كوباية من رقائق الشوكولاتة، هقلبهم مع بعض واركنهم على جنب. في طبق تاني هجيب موزتين كبار مستويين، كل ما كانت النقط السودة دي في الموز اكتر كل ما كان الموز يكون مسكر اكتر وسهل في الهرس. هقطع الموزتين وهرسهم ناعم بنفس الشوكة اللي قلبت بيها الدقيق. مش هنبهدل ادوات كتير النهاردة عشان المواعين ما تتكسرش، هي كده كده اصلا بتتلكك على الزيادة، فمش هنديها الفرصة ونستخدم ادوات كتير. بعد كده هضيف 2 بيضة حجم وسط طبعا بدرجة حرارة الغرفة، معلقة صغيرة فانيلا، وهقلب لحد ما يمتزج الموز مع البيض والفانيلا. نص كوباية سكر، ربع كوباية زبدة مذابة، ياريت تكون دافية علشان تساعد ان السكر يدوب بسرعة، وربع كوباية زيت. طبعا ممكن نستخدم الكمية كلها زبدة او زيت بس او ميكس زي ما عملت. هنقلب بقى لحد ما السكر يدوب وكل المكونات تختلط كويس مع بعض، ولو الزبدة دافية وكل المكونات بدرجة حرارة الغرفة الخطوة دي مش هتاخد اقل من دقيقة. هنزل بقى بالدقيق وهكمل تقليب لحد ما الدقيق يختفي، مش بنضرب كتير علشان الكيك يكون هش وطري. اكون بعد كده محضرة قالب الكيك مقاس 9 × 5 سنتيمتر، دهنة زبدة وحتى ورق زبدة او رشة دقيق زي ما تحبي، وهنزل فيه خليط الكيك اسويه بالشوكة واخبطه خبطتين علشان نخرج الهواء. بعد كده بنزود الشوكليت شيبس اختياري تماما، ممكن تستغني عنها، وبدخله على فرن بارد. انا ما سخنتش الفرن، دخلته على درجة حرارة 180 درجة سلسيوس في الشبكة اللي في النص، اخد مني 50 دقيقة بالظبط. بعد اول 35 دقيقة الوش ابتدى يحمر ولسه ما استوتش من جوه، غطيت الوش بورق فويل وقللت درجة الحرارة ل 160 وسبتها ل 15 دقيقة تانيين تكمل سواها. بنختبر سواها بعود خشب، لو طلع نظيف تبقى تمام. قد ايه هي طرية وريحتها تجنن. طبعا اول ما بتخرج بنسيبها شوية في الصينية لحد ما تهدى، وبننقلها على الكولينج راك لحد ما تبرد تماما. طبعا اي كيك بيكون احلى لو صبرتي عليه شوية، وخصوصا لو قدرتي تصبري لتاني يوم، تبقى القطعة ماسكة نفسها كويس وبتظهر اكتر كل النكهات اللي انت حطيتيها. بس طبعا كعادتنا كلنا انا مصبرتش، قطعتها بعد ساعة واحدة بس، حتى كانت لسه بتدخن وانا بقطعها. بس زي ما انتم شايفين استيل القطعة ماسكة نفسها كويس، سواها حلو، الشوكليت متوزع حلو قوي فيها، فوق ده كله طعمها لا يقاوم. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. سلام.